الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الهيئة الهندسية بإجراء كافة الإصلاحات وأعمال الترميم لمسجد ربع العدوية والمستشفى الملحق وجميع المنشآت والمصالح الحكومية المتضررة وإعادة الميدان إلى طبيعته على نفقة القوات المسلحة. يعني مش غريبة طبعا على القوات المسلحة، القوات المسلحة تبهرنا دائما. يعني احنا بس انا عايز ابين هنا نقطة بخصوص هذا